Hey. إن للشيطان مداخل كثيرة لإغواء الإنسان، وأشد ما يهتم به العقيدة، لأنها إذا انحرفت انحرف السلوك، كما صح في الحديث الشريف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. فهل يحاسب الله سبحانه وتعالى الإنسان على كل ما يجول بخاطره من وساوس وأفكار؟ هذا ما سنتناوله من خلال هذا الفيديو من قناة كل جديد حول العالم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن النفس مرتع خصيب لوسوسة الشيطان، فقد تمر عليها أفكار وخواطر كثيرة، بعضها يمر عابرا لا يمكث إلا قليلا، وبعضها يأخذ حيزا من تفكير الإنسان ثم يمضي، وبعضها الآخر قد يثبت ويرسخ ويدفع للتنفيذ. وإذا كانت هذه هي طبيعة النفس البشرية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها، فإنه وهو اللطيف الخبير العليم بأمور الإنسان تجاوز عن كل هذه الخواطر ولا يؤاخذ عليها إلا في حالتين اثنين: الأولى إذا عزم الإنسان عليها عزما أكيدا وصمم على تنفيذها، بدليل حديث الصحيحين البخاري ومسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. الحالة الثانية إذا نفذ ما عزم على تنفيذه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. ومحل المؤاخذة على العزم على السيئة وإن لم يفعلها إذا كان المانع من فعلها عجزا أو خوفا من رقيب من الناس، لكن إذا كان المانع من تنفيذ ما عزم عليه خوفا من الله فلا يؤاخذه، بل قد يعطيه ثوابا على مجاهدة نفسه. ومن هنا نقول إن من خواطر السوء ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك مخض الإيمان، وفي رواية: صريح الإيمان، بمعنى أن الخوف من هذه الوسوسة يدل على الإيمان الخالص، لا أن الوسوسة تكون من الإيمان. وقد بين الحديث الدواء الناجع لهذه الوسوسة، وهي الاستعاذة بالله والانتهاء عن التمادي فيها والركون إليها، وذلك من وحي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإذا استعاذ الإنسان الضعيف بالله القوي كان ذلك دليلا على عبوديته الخالصة لله. والله يقول للشيطان الذي أقسم أن يغوي الناس أجمعين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ويوضح أحد السلف الصالح لأحد تلاميذه كيف يتغلب على الشيطان الضعيف بالله القوي ويستعين بالله ضد الشيطان، فيقول له: ماذا تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال تلميذه: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول. قال له: أرأيت لو مررت بغنم ينبحك كلبها ومنعك من العبور، ماذا تصنع؟ قال تلميذه: أكابده وأرده جهدي. قال السلف الصالح: هذا يطول عليك، لكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك. فالاستعانة بالله القوي سبيل لطرد وساوس الشيطان. اللهم إنا نستعيذ بك وبقوتك من الشيطان الرجيم. كل هذه المعلومات كانت عبارة عن: هل يحاسب الله سبحانه وتعالى الإنسان على ما يجول في خاطره من وساوس وأفكار؟ أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.